أنا سعيد بوجودي المرة الخامسة في مهرجان الموازين. بعد المناسبة كنشكر جميع الناس اللي منظمين هذا المهرجان هذا، وسعيد كذلك بلقائي بالجمهور مرة أخرى يعني في مهرجان الموازين، وكتكون كيكون دائما اللقاء الحمد لله كيضيف لي أنا الكثير، وصراحة كيعطيني واحد الشحنة لأن باش نشتغل يعني مستقبلا نزيد نجتهد أكثر وأنني نبقى عند حسن الظن ديالو. حاليا صراحة هو كما نقول دائما كيكون وراك واحد، خص ضروري يكون أي فنان يكون وراه واحد الناس. حاليا هذه الخدمة اللي ولات دابا جديدة ماشي بحال القديم. القديم ما كانش كما تنقول لك كان عندك وسيله واحده اللي هي الصحافه، الجرائد او الراديو او التلفزيون، والتلفزيون هو اللي كان كيلعب دور كبير انه باش يبان الفنان. حاليا تبدلت الوقت لان خص ضروري تكون واحد ليكيب معك اللي هي مقابلك، اللي هي تتخليك كما تنقولوا اجور مع اشنو كاين غير الصباح اليوم مثلا الجمعه والعشيه وغدا شنو غيكون، وهذا خاص يبقى دائما اجور. هاد المسائل سيفري تتحس بان شويه الكوكبه سابقاك شويه، لان انت ديما عشتي في هذيك الفتره ديال يعني كانوا المسائل سهله. دابا حاليا خاصك يعني كما تنقولوا تبقى حاضي الصغيره والكبيره على انك تبقى دائما تبقى تشوف هذيك الكوكبه، ما تخلاش يعني تدور عليك واحد اربع دورات ولا خمسه.